بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي في المحاضرة بتاعت النهاردة، وهي الاضطرابات الغذائية في الأبقار، أسبابها، أضرارها، كيفية تجنبها. إن الاضطرابات الغذائية اللي بتحصل في الأبقار دي بتسبب خسائر نقدية كتير في المزرعة، زي ما هنشوف دلوقتي. يعني الاضطرابات الغذائية، وهنتكلم عن أنواعها دلوقتي، مجموع الاضطرابات الغذائية في المزرعة المفروض ما تزيدش عن 10 ل 15% من القطيع. لو زادت عن كده ده معناه إن في مشكلة فنية في التغذية. هنشوف دلوقتي إيه هي أهم أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي. أول حاجة الميلك فيفر، والميلك فيفر دي قصة كبيرة قوي، يمكن احنا اتكلمنا عنها قبل كده واحنا بنتكلم على الديكات في ال واحنا بنتكلم عن الديكات في محاضره سابقه. حمى اللبن هي عباره عن نقص الكالسيوم في جسم البقره، او اللي بتسمى الهايبوكالسيميا. وكلمه حمى اللبن، كلمه حمى دي اسم بس، لكن البقره لا يصاحبها ارتفاع في درجه الحراره كما توحي كلمه فيفر، اللي هي حمى. لا، هي ما فيش فيها درجات حراره بتعلى، بالعكس ان درجه حرارتها بتكون منخفضه. المفروض ان الميلك فيفر او الهايبوكالسيميا او حمى اللبن ما تزيدش في القطيع عن 10%. طيب الميلك فيفر ما بتصيبش الابقار اللي في الموسم الاول، لكن ابتداء من الموسم الثالث تبتدي البقر يصاب بالميلك فيفر او نقص الكالسيوم. طب ليه البقر اللي في الموسم الاول وممكن برضه يبقى في الموسم الثاني لا تصاب بالميلك فيفر، او لو حصل في الموسم الثاني بيبقى اصابه خفيفه؟ ليه بقى؟ لان نقص الكالسيوم، احنا قلنا لما البقره بتحلب بتكون محتاجه كالسيوم عشان الكالسيوم ده بينزل في الدقن، بينزل في اللبن. لو حصل نقص في الكالسيوم في الدم، فالبقره بسهوله المفروض بتاخد كالسيوم من العظم. في الموسم الاول بيبقى الحركه، حركه الكالسيوم من العظم للدم ومن الدم للعظم بتبقى لسه نشطه. ليه؟ لان البقره في الوقت ده لسه بتنمو، لسه لم تصل للوزن الناضج بتاعها. دي لسه في الموسم الاول، يعني لسه بتكبر بتنمو. واحنا في محاضره قبل كده كنا بنحط في المقررات الغذائيه المقررات اللازمه للنمو للبقره وهي في الموسم الاول وهي في الموسم الثاني. وبالتالي لو هي في الموسم الاول واحتاجت كالسيوم هتاخده بالعظم بسهوله، مفيش مشكله. لكن بعد كده في بدءا من الموسم الثالث بيبقوا زي ما بيقولوا كده ايه، العظم نشف، فحركه الكالسيوم بقى من العظم للدم بتبقى مش سهله، محتاجه عمليه تنشيط معينه وهنشوفها ازاي. وبالتالي لازم البقره عشان ما يجيلهاش ميلك فيفر تاخد الكالسيوم من العظم، اللي هو اصبح من الصعوبه بمكان الحصول عليه من العظام، الا لما هنشوف الشروط اللي لازم نعملها علشان تقدر البقره تاخد الكالسيوم من العظم. لغايه دلوقتي ماشيين معايا صح؟ معاك يا دكتور. تمام. في اخطاء غذائيه بقى هي اللي بتسبب حمى اللبن. حمى اللبن زي ما قلنا في الاول ان هي بتسبب خساره اقتصاديه للمزرعه، يعني مثلا حمى اللبن بتسبب انخفاض انتاج اللبن بنسبه 14%. شوف اما اللبن يقلب بنسبه 14%، لا طبعا ده رقم. وفي نفس الوقت الحاله التناسليه بتاعتها بتقل بمقدار، الحياه التناسليه بتاعتها او الحياه الانتاجيه بتاعتها بتقل بمقدار سنتين وثلاثه من عشره، يعني قول سنتين. يبقى الحياه الانتاجيه بتاعتها بتقل سنتين، وبالتالي دي برضه خساره اقتصاديه بتعاني منها المزرعه. هنتكلم عنها بعدين. يبقى انخفاض نسبه الكالسيوم في العليقه عن 4 من 10 على اساس الماده الجافه. يبقى نسبه الكالسيوم في العليقه المفروض ان هي ما تقلش عن 4 من 10% اللي عشان البقره تقدر تاخد كالسيوم يكفيها، ويبقى نسبه الكالسيوم المفروض ما تقلش عن 4 من 10%. ده في الابقار الجافه. لو الابقار وبرضه في الابقار الجافه زياده الكالسيوم في العليقه ما يزيدش عن 1%، من 7 من 10 ل 1%. لو زادت
لو زادت نسبه الكالسيوم في العليقه عن 1% ممكن البقره تصاب بحمى اللبن. طيب ليه؟ لو عليقه الابقار الجافه فيها كالسيوم زايد عن 1% تصاب بحمى اللبن، لان كده البقره بتاخد احتياجاتها من الكالسيوم على الجاهز في العليقه وهي جافه. لكن لما تخش بقى في مرحله الحليب احتياجها من الكالسيوم عالي وعايزه كالسيوم وفي نفس الوقت امتصاص الكالسيوم ضعيف، البقره لسه مش ناشطه علشان تاخد الكالسيوم من العظم. ما احنا ما عودناهاش انها تاخد كالسيوم من العظم، كنا بنديها في فتره الجفاف احتياجها من الكالسيوم، فما بقتش محتاجه كالسيوم من العظم وتعودت على كده خلاص. تيجي بقى لما تولد ويزيد احتياجاتها من الكالسيوم هتاخده من العظم، بس هي ما تعودتش تاخد من العظم حاجه خلاص. العمليه دي مش نشطه، عمليه انتقال الكالسيوم من العظم للدم مش عمليه مش نشطه، وبالتالي بتصاب بحمى اللبن. يبقى عشان كده في خلال فتره الجفاف وخاصه الكلوز اب اللي هي قبل الولاده الثلاث اسابيع المفروض نسبه الكالسيوم ما تزيدش عن 1% وما تقلش عن 4%. الفوسفور المفروض ما يقلش عن 28%، وقول 3% المفروض ما يقلش عن كده عشان نحافظ على النسبة ما بين الكالسيوم والفسفور، لأن النسبة بين الكالسيوم والفسفور لو اختلت البقرة لا بتستفيد من الكالسيوم ولا بتستفيد من الفسفور. علشان كده الفسفور في العليقة في فترة الجفاف ما يقلش عن 28%. الفسفور في العليقة زي ما قلنا زيادته ما تزيدش عن 4%. طب فيتامين دي في العليقه المفروض ما يزيدش عن 100,000 وحده دوليه للراس في اليوم. فيتامين دي ما يزيدش عن 100,000 وحده دوليه. طب المغنيسيوم المفروض ما تقلش نسبته في العليقه عن 2% على اساس الماده الجافه. طب ليه المفروض المغنيسيوم ما تقلش عن 2%؟ لان المغنيسيوم هو اللي بينشط هرمون الباراثيرويد، واهميه هرمون الباراثيرويد ان هو المسؤول عن تحريك الكالسيوم من العظم الى الدم. يبقى البقره لما تحلب محتاجه كالسيوم كتير عشان لا تصاب بحمى اللبن، فهتاخد العظم هتاخد الكالسيوم بتاعها منين؟ من العظم. طب ايه اللي بيسهل ان الكالسيوم يتحرك من العظم للدم عشان يكون متاح للبقره؟ هرمون الباراثيرويد. هرمون الباراثيرويد بينشط بايه؟ بينشط بالمغنيسيوم. علشان كده المغنيسيوم المفروض يتحط بنسبه كافيه ما تقلش عن 2%. لو قلت نسبه المغنيسيوم عن هذه النسبه بيبقى غير قادر وغير كافي غير كافيه هذه الكميه على تنشيط هرمون الباراثيرويد، وبالتالي تصبح البقره غير قادره على استخدام الكالسيوم اللي موجود في العظم. ده بالنسبه للمغنيسيوم. طيب بالنسبه للبوتاسيوم ما يزيدش عن 1.5% على اساس الماده الجافه. طب ليه نسبه البوتاسيوم المفروض ما تزيدش عن 1.5%؟ احنا بنتكلم دلوقتي على فتره الجفاف يا جماعه، فتره الكلوز اب المفروض نسبه البوتاسيوم لا تزيد عن 1.5%. ممكن في بعض المراجع تلاقيها 1.2%. طيب ليه نسبة البوتاسيوم ما تزيدش عن 1.2 إلى 1.5؟ لأن زيادة نسبة البوتاسيوم بتقلل امتصاص المغنيسيوم، وإحنا لسه دلوقتي قايلين المغنيسيوم مهم علشان بينشط هرمون الباراثيرويد اللي بينقل الكالسيوم من العظم إلى الدم. يبقى نسبة البوتاسيوم ما تزيدش عن 1.5% علشان ما يقللش امتصاص المغنيسيوم. السيلينيوم المفروض ما يقلش السيلينيوم عن 1 ppm اللي هي 1 ملي جرام لكل ماده جافه. فيتامين اي ما يقلش عن 250 وحده دوليه للراس في اليوم. العناصر دي المفروض نحافظ عليها جدا
لان دي مهمه جدا في وقايه البقره من الاصابه بحمى اللبن. مره تانية بقول الحاجات دي او المستويات دي من العناصر خلال فتره الكلوز اب اللي هي فتره قبل الولاده بثلاث اسابيع. حمى معلش يا دكتور احمد، رقم اثنين كانت ايه يا دكتور احمد؟ رقم اثنين كان السبب، رقم اثنين كان ايه اللي هو زياده الكالسيوم عن كام؟ رقم اثنين بالظبط. الكالسيوم ما يزيدش عن 7 من 10 ل 1%. السلايد الاولانيه. ما هي دي مش عايز هي 7 من 10 ل 1%. 7 من 10 ايوه تمام تمام صح كده. 1%. وقلنا انها ما تزيدش على اساس ما تكبر. وقلنا ما تزيدش ليه؟ عشان نعود البقره ان هي تستخدم الكالسيوم اللي في العظم. تمام تمام يا دكتور. تمام. اعراض حمى اللبن في ثلاث مراحل حمى اللبن. المرحله الاولى ودي بتستمر اقل من ساعه، تستمر فتره قليله جدا علشان كده ممكن ما حدش يلاحظها. دي المرحله الاولى من حمى اللبن. بعد كده المرحله الثانيه ودي بتظهر فيها علامات الاصابه بحمى اللبن واللي احنا عارفينها كلها، اللي هي بتلاقي البقره بتبقى عصبيه، بتبقى ضعيفه، الودن بتاعتها بتبقى بارده. والصوره الشهيره الصوره الشهيره بتاعت البقره اللي عندها ميلك فيفر اللي احنا بنلاقي ان رقبتها متجهه دايما للخلف. محمد صالح ونكمل. معاك يا دكتور عمرو. معاك يا دكتور. تمام اتفضل يا دكتور. معاك اتفضل يا دكتور. الحاله الثانيه من حمى اللبن فيها الاعراض بتاعتها اللي احنا كلنا عارفينها، ان هي الودن بتاعتها بتبقى بارده ودرجه حراره الجسم اساسا بتبقى بارده، بتبقى من 35.5 ل 37 درجه مئويه، رغم ان اسمها حمى اللبن. فاحنا عشان كده قلنا من الاول ان كلمه حمى دي ده اسم فقط، لكن لا يرافقها او لا يلازمها ارتفاع في درجة الحرارة، بالعكس ده بيبقى درجة الحرارة منخفضة، البقرة بتبقى ضعيفة وبتبقى عصبية، طبعا الشهية بتاعتها بتكون منخفضة، ضربات القلب سرعتها بتبقى أكتر من 100 نبضة في الدقيقة. المرحلة ديت من الميلك فيفر أو المرحلة الثانية بتستمر من 1 ل 12 ساعة. ودي لازم نخش على طول نحقن بالكالسيوم علشان البقرة تعافى من الميلك فيبر. بعد كده المرحله الثالثه بقى اللي بتبقى مرحله خطر جدا لدرجه ان دقات القلب بتاعتها بتبقى مسموعه، وتلاقي البقره مش قادره تقف على رجليها وتقع على الارض، بتلاقيها قاعده على الارض ومهما عملت معاها مش هتقف الا اذا حقنتها بالكالسيوم فتقوم فورا. واعتقد كلنا شفنا الحالات ديت، ولما لحقناش البقره بعد ما توصل تمام لهذه المرحلة، لو ما لحقناهاش وعالجناها وحقناها بالكالسيوم ممكن البقرة تموت. علاقة العناصر المعدنية بالإصابة بحمى اللبن، إيه اللي احنا قلناها من شوية؟ إن العناصر الكالسيوم والمغنيسيوم وقلنا المفروض نسبتهم تكون قد إيه، والمغنيسيوم وقلنا دوره إيه؟ دوره مهم جدا. هنقول مره ثانيه عشان المغنيسيوم مهم قوي، المغنيسيوم بينشط هرمون الباراثايرويد اللي بيعمل على تحريك الكالسيوم من العظم للدم علشان يكون متاح للبقره تستخدمه ولا تصاب بحمى اللبن. علشان كده نسبه البوتاسيوم المفروض ما تزيدش في العليقه عن 1.2 الى 1.5%. ليه؟ لان زياده نسبه البوتاسيوم في العليقه بتؤدي الى انخفاض امتصاص المغنيسيوم اللي احنا قلنا اهميه المغنيسيوم دلوقتي. ده طب لو هنحط مثلا في الحقيقه كربونات كالسيوم فيها مشكله في المغنيسيوم الكالسيوم؟ لا، الكالسيوم اللي موجود في كربونات الكالسيوم امتصاصه ضعيف، امتصاصه ضعيف. طيب قلنا برضو قبل كده ان طب المغنيسيوم البقره تاخد قد ايه مغنيسيوم؟ احنا قلنا اهميه المغنيسيوم. طب البقره نديها قد ايه مغنيسيوم؟ نديها 45 جرام في اليوم مغنيسيوم. دي البقره الحلابه، البقره الجافه تاخد 30 جرام مغنيسيوم في اليوم. وزي ما قلنا نسبه البوتاسيوم لا تزيد عن 1.5% علشان بيؤدي زيادته بيؤدي لانخفاض امتصاص
البرنسيا. طيب ازاي نتجنب حدوث حمى اللبن طالما هي مزعجه قوي كده ومضره وبتقلل انتاج اللبن زي ما قلنا بمقدار 14%، والحياه الانتاجيه بتاعتها بتقل بمقدار سنتين، فبقت مشكله. فبقت مشكله كبيره. طب ازاي نتجنبها؟ نتجنبها بقى ان احنا بنحلل العليقه ونشوف هل نسب العناصر المعدنيه اللي احنا قلناها من شويه هل دي مظبوطه ولا مش مظبوطه. نبتدي برضو نشوف العليقه هل الاحتياجات الغذائيه للبقره محسوبه صح ولا لا. واهم حاجه في تجنب حدوث حمى اللبن هي الديكاد. فاكرين محاضره الديكاد اللي هي الانيونيه، ان احنا لابد نضيف ايوه في العليقه بتاعه الابقار الجافه في فتره الكلوز اب. لو نشوف ممكن نتطرق اليها موضوع الديكات، لان موضوع الديكات والاملاح الانيونيه في غايه الاهميه لتجنب حدوث حمى اللبن، ان احنا نضيف املاح انيونيه في العليقه قبل الولاده بثلاث اسابيع. برضه عشان نتجنبها نتاكد ان فيتامين دي في فيتامين دي في الابقار الجافه تركيزها 15000 ل 25000 وحده دوليه. طب الابقار الحلابه الابقار الحلابه تكون 30000 وحده دوليه في اليوم للراس الواحده. الحد الاقصى لجميع الابقار سواء جافه او حلابه ما يزيدش عن 50000 وحده دوليه. 50000 وحده دوليه. برضه نتاكد ان نسبه الحبوب في العلايق الابقار الجافه في فتره الكلوز اب ما تزيدش عن نص ل 8% من وزن الحيوان. البقوليات زي البرسيم ما تزيدش عن 30 ل 50% من الاعلاف الخشنه. طيب ليه؟ ليه الاعلاف البقوليه او البرسيم ما يزيدش عن 30 ل 50% من العليقه الخشنه؟ لان البرسيم غني في البوتاسيوم. واحنا قلنا البوتاسيوم المفروض ما يزيدش عن 1.5% والا هيقلل امتصاص المغنيسيوم. طيب نحط ايه العليقه الخشنه؟ نستبدل بقى 50% من العليقه الخشنه بدل ما نديها كله برسيم، لا 50% برسيم و 50% سلاج ذره. عشان نتجنب زيادة نسبة البوتاسيوم في العليقة. الملح، ملح الطعام. على فكرة طلعت رسالة بتقول إن كمان 10 دقايق هيقفل علينا. نسبة الملح بقى، نسبة الملح دي مهمة جدا. إحنا عندنا فترة الجفاف اثنين مرحلتين، الدراي أوف وهي اللي بتبدأ في بداية الجفاف خالص. دي اسمها الدراي أوف. دي المفروض نسبة الملح أو كلوريد الصوديوم يكون 0.25%. الحلابة بتبقى بالنص 1%. لا هنا في أول ما تبتدي البقرة تجف نقلل الملح 0.25%. وفي فترة الكلوز أب نشيل الملح خالص من العليقة. طيب ليه؟ لأن الملح عبارة عن كلوريد صوديوم. يعني فيه كمية صوديوم عالية. واحنا عارفين علشان نتجنب الاصابه بحمى اللبن لازم نضيف للعليقه املاح انيونيه. الاملاح الانيونيه اللي هي ايه؟ اللي هي املاح الكلوريد واملاح الكبريت. الكبريت والكلوريد زي مثلا المغنيسيوم صلفيت، المغنيسيوم كلورايد، الكالسيوم صلفيت، الكالسيوم كلورايد، الامونيوم صلفيت، الامونيوم كلورايد. الاملاح الانيونيه دي لابد تضاف للعليقه في فتره الكلوز اب. طيب ليه تضاف للعليقه؟ علشان تخلي الدم قرويته تقل شويه. هو الدم مش هيبقى حمض، لا الدم قروي، ولكن تقلل قرويته شويه. ليه؟ لان حمى اللبن بتصيب الابقار اللي قرويه دمها عالي. ليه؟ لان هرمون الباراثيرويد نشاطه بيقل لما تكون القرويه عاليه. واحنا قلنا هرمون الباراثيرويد ده اللي بيحرك الكالسيوم من العظم من الدم عشان البقره تقدر تستخدمه. يبقى لازم نقلل كلورين الصوديوم.
طيب حته ثانيه عشان نوضح النقطه بتاعت الملح دي وكلوريد الصوديوم، احنا فاكرين المعادله بتاعت الديكاد، المعادله بتاعت الديكاد اللي هقولها دلوقتي، احنا قلنا لازم تكون القيمه بتاعتها سالبه، لازم تكون القيمه بتاعتها سالبه. ليه تكون سالبه؟ لما تكون سالبه ده معناها ان الاملاح الانيونيه عاليه في العليقه وده المطلوب، لكن لو طلعت موجبه يبقى ده معناه ان الصوديوم والبوتاسيوم عالي في العليقه وده هيؤدي للاصابه بحمى اللبن. طب ايه هي المعادله بتاعت الديكات اللي المفروض تكون بالماينص سالبه بتاعتها سالبه؟ دكتور احمد، دكتور احمد معلش اي حته ثانيه عشان السكر نقطع، معلش بس حضرتك عايز الحته دي ثانيه عشان النت كان اطفى. طيب حاضر ماشي ماشي. احنا قلنا ان بس الحته دي الملح تكون ربع في المية في فترة الدراي اوف اللي هي أول البقرة على طول ما تجف تبقى ربع في المية، نقللها لربع في المية، ولما تخش فترة تمام أب نشيل الملح خالص. ليه؟ نمنعه خالص. إيه بقى مشكلة الملح؟ الملح اللي هو كلوريد صوديوم، فيه صوديوم. عشان الحتة دي تمام قوي يبقى لازم نفتكر معادلة الديكات عشان نعرف ليه ما نحطش، ليه ما بنحطش ملح؟ معادلة الديكات تمام بتساوي ملي مكافئات الصوديوم زائد ملي مكافئات البوتاسيوم، الاثنين صوديوم وبوتاسيوم، الاثنين دي كاتيونات بتخلي الدم قلوي جدا، بتزود قلويه الدم، واحنا قلنا لما يكون الدم قلوي بيقل نشاط هرمون الباراثيرويد، وقلنا هرمون تمام مهم عشان نجيب الكالسيوم من العظم. طيب يبقى المفروض ان الصوديوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم يكونوا في العليقه نسبتهم قليلة علشان قلنا ما تبقاش قروية الدم زايدة. يبقى معادلة الديكات مرة تانية احنا قلنا نصها بس، معادلة الديكات بتساوي اللي هي الدياتري كاتيون انيون ديفرنس بتساوي المعادلة ديت. انت سامعني؟ سامعك يا دكتور. تمام. معادلة الديكات بتساوي ملي مكافئات البوتاسيوم صوديوم بوتاسيوم ايوه زائد ملي مكافئات الصوديوم ناقص مجموع كل من ملي مكافئات الكبريت زائد ملي مكافئات الكلوريد. يبقى احنا بنطرح الصوديوم والبوتاسيوم ناقص الكلوريد والكبريت. لو الصوديوم والبوتاسيوم هما اللي عاليين قيمتهم عاليه النتيجه هتطلع موجبه ودي مشكله، لا احنا عايزينها سالبه. طب امتى تطلع سالبه؟ تطلع سالبه لو كميه الصوديوم والبوتاسيوم قليله وكمية الأنيونات اللي هي الكلوريد والكبريت عالية. في الحالة دي نتيجة المعادلة هتاخد الإشارة بتاعت الأنيون وتطلع سالبة، وإحنا عايزينها كده تطلع سالبة علشان كده ما بنحطش ملح. لو حطينا ملح هيبقى قيمة الديكات عالية. متخيلين معايا المعادلة يا جماعة؟ هي مش مكتوبة في المحاضرة، شرحناها في محاضرة سابقة. تمام. الحته دي لو مش واضحه يا جماعه قولوها وانا اعيد تاني، هعيد الديكات تاني ماشي؟ تمام ممكن يكون فيها مشكله شويه. بسرعه تاني كده، معادله الديكات صوديوم زائد بوتاسيوم الاثنين مع بعض بنطرحهم من الكلوريد والكبريت مع بعض، لازم القيمه تكون سالبه، وعشان تكون سالبه يبقى وعشان تكون سالبه يبقى لازم الصوديوم والبوتاسيوم يكونوا قليلين، علشان كده بنقول ما نضيفش ملح في فتره الكلوز اب. اهي الاملاح الانيونيه اللي احنا قلناها، ده الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، اهميه ان احنا نضيف املاح انيونيه في الابقار الجافه لمده 3 اسابيع قبل الولاده اللي هي فتره الكلوز اب. نضيف املاح انيونيه ونقلل الصوديوم والصوديوم والبوتاسيوم. المرض الثاني اللي ناتج من الاضطرابات الغذائيه هو الكيتوزيس.